على مستوى سلاح، نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن، حصلنا على أسلحة جديدة، طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان وقت اللي بتاخد أواها بتبين بالميدان. طورنا بعض أسلحتنا من خلال تجربة الميدان، أيضا استخدمنا أسلحة جديدة لم نستخدمها سابقا وبالتدريج، هذا كله شايفينه بدون ما نفوت بالأسماء، وطبيعي أن نحتفظ بأسلحة أخرى لقادم الأيام للدفاع عن بلدنا وشعبنا وسيادة لبنان. ونحن ذكرنا سابقا أنه نحن بنصنع مسيراتنا، ولذلك لدينا هذا العدد الكبير الوفير من المسيرات. هلا وقت مزحنا أن اللي بحب يشتري يجي، ما حدا اجى اشترى يعني، ولا نحن حنبيع، لكن لدينا هذا العدد الوفير من المسيرات ان شاء الله، لانه هلا الناس بيسمعوا بيقول لك كل يوم 5 و6 و7 و10 واكثر واقل يعني، و8 اشهر وعم تبعتوا مسيرات، يعني شو لأن لا شو مخبيين لايمتى؟ وايضا نحن نصنع هنا في لبنان بعض انواع الصواريخ التي نحتاج اليها. وهنا يجب ان اشير للعدو، طالما عم نحكي عن الفشل والفشل والفشل، العدو خلال السنوات القليلة الماضية عمل معركة اسمها معركة بين الحروب في سوريا، اللي كان يستهدف فيها إخواننا، يستهدف فيها السوريين من إخواننا، يستهدف فيها الحرس الإخوة الإيرانيين، ويضرب ما يعتقد أنه قوافل نقل سلاح وتكنولوجيا وإمكانات للمقاومة في لبنان. 8 أشهر اليوم جبهتنا تقول لهذا العدو، كل مع المعركة بين الحروب التي خطها خلال السنوات الماضية كانت فاشلة، كل ما كان يجب أن يصل إلى لبنان وصل إلى لبنان. والدليل الدليل هذا البعض مما شاهدتم خلال الأشهر القليلة الماضية. إذن في موضوع السلاح، هذا ضيفوه لسلسلة الفشل الإسرائيلي.